يحل ليفربول الإنجليزي الآن ضيفاً على فياريال الإسباني في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وتشير نتيجة اللقاء حتى الآن إلى تقدم فياريال على ليفربول بهدفين نظيفين. وفي البطولة نفسها يستضيف ريال مدريد الإسباني غدا فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب الدوري قبل النهائي، وكان مانشستر سيتي قد حسم لقاء الذهاب الذي أقيم على أرضه لصالحه بعدما تغلب على ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة. ذكرت تقارير صحفية أن الدولي المصري لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح من ضمن الأسماء المرشحة للانضمام إلى برشلونة الإسباني في الصيف المقبل. وبحسب تقرير صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن الفريق الكتالوني يحتاج ضم مهاجم هداف لتحقيق قفزة على مستوى التهديف بعد التأثر برحيل ليونيل ميسي ولويس سواريز. وأوضح أيضا التقرير أن صلاح من الأسماء المدرجة على جدول أعمال برشلونة، حيث أن ملفه الشخصي يحظى بشعبية كبيرة في الفريق الكتالوني. أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني عن تمديد عقد لاعبه توماس مولر لموسم آخر ليستمر مع الفريق حتى يونيو 2024. وكان مولر المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 قد سجل ظهوره الأول في الدوري الألماني مع بايرن ميونخ، النادي الوحيد والذي لعب له في عام 2008. انتهت جولتنا الرياضية، عودة مرة أخرى إلى يوسف أمير. إليكم. شكرا لك يا آية.